أمثال عربية مضحكة تتمتع بالحكمة والفكاهة في هذا الفيديو، حيث نستعرض بعض الأمثال العربية الطريفة. انضم إلينا في هذا الفيديو لتكتشف المزيد من الأمثال العربية الطريفة والمليئة بالحكمة. الصراحة تنقص من الأصدقاء ولكنها تحسن الجودة. كم هو طريف ومفيد هذا المثل في الوقت نفسه. لا تطلب من فاقد الشيء أن يعطيك إياه. هذا المثل يضفي الضحك والحكمة على مواقف الحياة. الرجل الذي يأكل وحيداً يخنقه. هل يمكن أن يكون هناك تذكير أكثر طرافة بأهمية الصحبة؟ الصبر مفتاح الفرج. يشجع هذا المثل على الصبر والاستمرار حتى في أصعب الظروف. المثل الرابع: ماكين حلاوة بلا نار. هذا المثل يشير إلى أن الجهد والعمل الشاق هما الطريق للنجاح. لا تشري حتى تقلب ولا تصاحب حتى تجرب. هو تذكير بأهمية التحقق والتجربة قبل اتخاذ القرارات، سواء فيما يتعلق بالشراء أو بالعلاقات الشخصية. الختام: هذه كانت مجموعة من الأمثال المغربية المشهورة التي تعكس حكمة وثقافة شعب المغرب.